تحسين الميتابوليزم وتحسين التمثيل الغذائي اهم هدف عشان توصل من مرحلة لمرحلة وتطور نفسك. ده موضوعنا النهاردة، هنتكلم ازاي تعمله وازاي توصله وازاي تغير طبيعة جسمك. خليك معانا. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم ازاي تطور نفسك في فترة الأوف سيزون. وعشان تطور نفسك لازم تهتم بسعراتك الحرارية وتهتم بأكلك وتهتم كمان بتحسين التمثيل الغذائي عندك. ازاي تطور نفسك وازاي تحسن التمثيل الغذائي عندك؟ الكل يعرف وده شيء لا ينكر ان العضلات بتتعامل اهم شيء في المطبخ. عشان كده بطريقة اكلك وبوضعية اكلك وسعراتك الحرارية ونسبة الكرب ونسبة البروتين ونسبة العناصر الغذائية كلها هي اللي بتحدد شكل جسمك في الآخر، هتوصل إيه وهتعمل إيه. النهاردة بالذات هنتكلم بالتفصيل إزاي تحسن تمثيلك الغذائي وتحسن عندك الميتابوليزم في فترة الأوف سيزون عشان توصل لمرحلة أو توصل للستيج بشكل كويس، تكون عامل فورمة كويسة، عامل تطور عضلي، تزيد وزنك إزاي، تزيد كتلتك العضلية إزاي. رقم واحد، لازم في فترة الأوف سيزون ترفع معدل سعراتك الحرارية بصورة عالية. حتى لو جسمك عبى دهون، حتى لو لقيت شكلك أو المنظر العام مش عاجبك، ولكن ده له فايدة مهمة جدا، وهي العناصر الغذائية اللي لازم تخش في وجبتك مش بس بروتين ومش بس كربوهيدرات. لازم عناصرك الغذائية تحتوي على كل العناصر اللي جسمك يبني بيها. ده رقم واحد. لازم أملاح معدنية وفيتامينات، لازم خضرة في أكلك، لازم جود فات، لازم مكملات غذائية تساعدك في وصول الكتلة والحجم اللي انت عاوزه. موضوعنا النهاردة بقى ازاي تطور نفسك وتحسن عندك الميتابوليزم في فترة الأوف سيزون. أول شيء زي ما قلنا، رقم واحد، زيادة سعراتك الحرارية في أكلك على مدار اليوم عشان تطور نفسك. وعشان تعمل كده لازم فترة الأوف سيزون وفترة إعدادك تكون فترة طويلة. وتعمل فيها إيه؟ رقم واحد، ترفع مستوى الكربوهيدرات بمستوى عالي في وجباتك الغذائية، وتعتمد على رفع الكربوهيدرات، وبرضه تاخد نسبة بروتين معقولة وكويسة، ما تكونش نسبة واطية، لأن جسمك مش هيعتمد بس على الكربوهيدرات. رفعك لمستوى الكربوهيدرات دي هيخلي جسمك يزيد أكتر، ويخلي عندك الطاقة والكالوريز أحسن، ويخلي عندك الكليكوجين أفضل. فعشان كده هتلاقي عندك الباور أعلى، الحجم العضلي عندك بيزيد، التطور عندك بيزيد. أغلب الناس بتخلي فترة الإعداد بتاعتها فترة قصيرة، 3 شهور. اللاعب الصح بيعد نفسه طول السنة، بيطلع من البطولة بيريح شهر أو شهرين إذا كان بيريح، وبعد كده بيبدأ خطته خطة سنوية كاملة. الفترة الأولى هيعمل فيها إيه، الفترة الثانية هيعمل فيها إيه، الفترة الثالثة هيعمل فيها إيه. فترة الأوف سيزون لازم ترفع سعراتك الحرارية بصورة عالية، وتاخد كرب، وتعتمد على كربك يكون أعلى بنسبة البروتين بصورة عالية. يعني مثال، هديكم مثال على أكثر من وجبة. لو أنت عندك 5 وجبات في اليوم وعاوز تدخل لنفسك 3000 سعر حراري عشان تزيد معدل عضلاتك وعشان تزيد معدل كتلتك العضلية، تكون الوجبة كالتالي: 60% كربوهيدرات و40% بروتين. يعني مثال، أنت عندك 5 وجبات في اليوم وكل وجبة وزنها التوتال بتاعها 450 جرام، خلي 300 جرام كربوهيدرات و150 جرام بروتين. وبعد كده كل فترة والتانية نزل في مستوى الكرب وارفع في مستوى البروتين لما تقرب من مستوى البطولة. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ لان اغلب الناس بيكون فترة الاعداد بتاعتهم بسيطة، وبيخلي نسبة البروتين عالية ونسبة الكربوهيدرات قليلة، بيعمل مستوى حلو وبينشف وبيوصل لمرحلة معينة، ولكن التطور بيكون ضعيف. ليه التطور بيكون ضعيف؟ التطور بيكون ضعيف لان نسبة الكالوريز ونسبة الكربوهيدرات اللي داخلة للخلية العضلية او اللي هتساعده في تطوير جسمه بتكون قليلة، وده مش بيساعده في التطوير. اللي هيساعدك في التطوير انك تعتمد على كالوريز عالي ونسبة كرب عالية عشان جسمك يتطور احسن ويبني احسن ويتضخم احسن. كده احنا ادينا مثال لوجبة واحدة من 5 وجبات تاكلهم في اليوم، تحط فيهم 300 جرام كربوهيدرات و150 جرام بروتين. متوسط الكالوريز اللي في ال 150 جرام بروتين على حسب نوعه من 240 ل 250 كالوريز. متوسط الكربوهيدرات اللي موجودة في 300 جرام كرب حاططها في الوجبة تقريبا 300 كالوري. يبقى كده انت دخلت حوالي 550 سعر حراري في وجبة واحدة، وكلت منهم 5 وجبات في اليوم، فانت كده خدت 2750 سعر حراري. في عندك كمان حاجات تانية زي سناكس، في عندك بروتين، في عندك مكملات بتاخدها، دي بتضيف لك سعرات حرارية تانية، زائد حوالي
200 الى 300 سعر حراري بتدخلهم من بروتين شيك انت بتاخده، من سناك انت بتاخده، فكده بتدخل لك حوالي 3000 سعر حراري. دول ممتازين ومعقولين للاعب وزنه من 90 ل 100 كيلو، ممتازين وهيطوروك. رقم 2، الاستمرارية على السعرات الحرارية العالية اللي انت عملتها دي في الخمس وجبات لفترة طويلة هي اللي هتطور منك. ليه؟ جسمك كده خد على سعرات حرارية لفترة طويلة، فده المعدل الطبيعي ليه، المعدل اللي متعود عليه. حتى لو جسمك زاد شوية، حتى لو نسبة الدهون زادت شوية، ده مش مشكلة، ما تحطوش في الحسبان، ادام انت عامل لنفسك بلان ان انت تطور نفسك في فترة طويلة مش فترة قصيرة، مش ضغط نفسك كده هتقدر تتطور، وكده مش هيحصل لك اي مشكلة او المخاوف اللي هتجيلك من زيادة الوزن او زيادة الدهون، خلاص معدومة وما تخافش منها. النقطة رقم 3، في الفترة دي هتدخل بعض المكملات الغذائية اللي هتساعدك في تحسين التمثيل الغذائي. يعني هتدخل الـ ALA، الالفا لوبيك اسيد، هيساعدك في تحسين حساسية الانسولين ويساعدك ان جسمك يسحب الكارب ويستفاد بيه بصورة احسن. هتدخل مادتين وحمضين تانيين هيساعدوك في زيادة معدل الميتابوليزم زي الكارنتين والسي ال اي، حمض اميني وحمض دهني. الحمضين دول الكارنتين والسي ال اي لما بتدخلهم مع بعض بيحسنوا عندك التمثيل الغذائي، بيزيدوا عندك معدل الحرق، بيزيد عندك معدل الايض والتمثيل الغذائي، فكده هتزيد وهتتطور من غير ما يكون عندك نسبة دهون عالية قوي. هيكون في نسبة دهون وهيكون في زيادة في الوزن، ولكن النسبة مش عالية، النسبة اللي تخوف. كده انت عملت نفسك بلان او خطة طويلة الامد، مينيمم 6 شهور الى 9 شهور، ده الخطة المظبوطة. هتخلي منهم لو هما 6 شهور هتخلي 3 شهور بالسعرات الحرارية العالية اللي هما 3000 سعر حراري، وبعد 3 شهور هتبدأ بقى في البلان بتاعك التاني ان انت تحول من جسم ضخم الى جسم شيب كويس الى مرحلة التنشيف. هتعملها بالتدريج، هتخلي عندك السعرات الحرارية تقل شوية بشوية، مش هتقلل في الكربوهيدرات والبروتين لا، او مش هتقلل في حجم الوجبة بمعنى صح، هتقلل في نسبة الكرب وترفع في معدل البروتين شوية شوية. هتاكل هم 450 جرام في الوجبة بتاعتك اللي جسمك متعود عليها، ولكن لما بترفع نسبة البروتين لفوق وتنزل نسبة الكرب لتحت، الكالوريز اللي في البروتين أقل وجسمك ما بيحتاجش فيه استنفاذ لسعرات حرارية أكتر. فإنك ترفع البروتين وتقلل الكرب شوية شوية، ده هيخلي عندك توتال السعرات الحرارية اللي في الوجبة أقل، وفي نفس الوقت مجهود جسمك واحتياج جسمك انه يحرقها هيكون اكتر، يعني هيستهلك طاقة اكتر عشان يحرق البروتين، لان حرق البروتين بيحتاج طاقة اكتر من حرق الكربوهيدرات، تمام؟ فهتخلي في فترة الاعداد اللي هي التانية دي اللي هم الثلاث شهور التانيين نسبة البروتين بتزيد ونسبة الكربوهيدرات بتعلى. لو انت عملت كده هتوصل لمرحلة نشوفية كويسة، ومش هتضطر توصل للستيج او توصل لهدفك او توصل لبطولة وانت عامل مثلا زيرو كارب او عامل كرب او سعرات حراريه قليله جدا. ليه؟ جسمك قعد فتره يستنفذ سعرات حراريه عاليه، فانت كل اللي انت عملته زدت معدل البروتين وقللت الكرب، فالسعرات الحراريه في الوجبه قلت، فجسمك هيبدا يعمل ايه؟ جسمك هيبدا يحرق اكتر، لان نسبه السعرات الحراريه اللي هو متعود عليها قلت، فهيبدا يحرق اكتر. رقم 2، هتزيد عندك معدل حرق السعرات الحراريه عن طريق الكارديو، اللي اذا كان تريد ميل او ستير ماستر او بايك، هتحرق لك كل يوم لا يقل عن 250 سعر حراري، وده هيساعدك ان انت تحرق من غير ما تنزل حجم الوجبات ونسبة الكالوريز بصورة عالية. ليه؟ لانك دخلت او اضفت فترة زمنية زيادة من الكارديو. الفترة ديت حلوة لصحة القلب والاوعية الدموية، وحلوة عندك للحرق والتمثيل الغذائي، فكده جسمك هيبدأ يحرق اكتر لانك دخلت مجهود زيادة، مجهود زيادة او وقت زيادة في الكارديو، والكارديو ده هيساعدك في حرق الدهون، وتلعب الكارديو في الفترة الاولى على معدة خالية، ولما تبدأ توصل لمرحلة نشافة عالية توقف الكارديو على معدة خالية وتلعبه فقط بعد التمرين فترة لا تزيد عن 20 دقيقة، على حسب شكل جسمك، على حسب الشيب اللي انت وصلت له، على حسب مستوى الدهون اللي انت وصلت لها. كده احنا بدأنا ننزل في مستوى الكربوهيدرات ونعلي في مستوى البروتين. في المرحلة دي او في المرحلة دي من الاعداد وتحسين التمثيل الغذائي، ممكن توصل ان انت تاكل 100 جرام في كل وجبة، يعني 500 جرام كربوهيدرات على مدار اليوم، ده الحد الادنى اللي انت ممكن توصل له وتحتاجه. وفي الحالة دي هتاكل 100 جرام كرب كل وجبة، مقابل ليها 300 جرام الى 350 جرام بروتين في كل وجبة، حجم وجبتك كبيرة، هيساعدك في البناء العضلي كويس، ومش هتحتاج تعمل زيرو كرب او تحتاج نزل الكرب مستوى عالي. ده لو انت كمان جسمك عنيد او معدل حرق عندك
قليل هتنزل لمستوى الكارب 100 جرام، ممكن توصل لمستوى كارب اعلى من كده، ممكن توصل لمستوى كارب كل وجبه 150 و200 جرام كمان وتنشف عليه. ليه؟ لانك عودت نفسك في البدايه على مستوى كارب عالي، والكارب العالي ده ساعدك في الضخامه وساعدك في شكل الشيب كويس. فانت لما نزلت 50 جرام بس هتفرق معاك، نزلت 100 جرام هتفرق معاك اكتر، نزلت 150 جرام هتفرق معاك اكتر واكتر واكتر، وبالتالي هتوصل مرحله نشوفيه مع نسبه كربوهيدرات في كل وجبه من 150 ل 100 جرام كارب، هتوصل لمرحله عاليه. اما الخطا اللي بيقع فيه اغلب الناس ان هم بيعملوا فتره اعداد قصيره كلها 3 شهور، فبيروح مثلا عامل نسبه كارب متوسطه في الاول وينزل في الكارب لحد ما يوصل مرحله زيرو عشان ينشف، وده الخطا اللي بيقع فيه اغلب الناس ان هم بينزلوا بالكارب قوي، فبالتالي بيطلع من سنه لسنه بمحصله عضليه ضعيفه جدا، لان اولا فتره الاعداد كانت بسيطه، نسبه الكالوريز اللي بدا فيها فتره الاعداد كانت متوسطه مش عاليه، ما ساعدتوش ان هو يتطور ويرفع وزنه ويرفع كتلته العضليه. فكده انت عن طريق اسلوب الاكل ومده الاعداد الطويله ونسبه السعرات الحراريه العاليه بتقدر تطور نفسك وتقدر تعود نفسك، لان فتره الاعداد طويله وجسمك تعود على سعرات حراريه عاليه، ففي الاخر وصلت لمرحله نشافه وانت عامل لو كارب وليس زيرو كارب، وصلت لمرحله نشافه عاليه وكاتنج عالي وشكل كويس وتطور عضلي في الوزن وفي المستوى. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط ووصلك ازاي تعدل وتحسن مستوى الميتابوليزم والحرق عندك بصوره بسيطه، وده عن طريق الاعداد السليم، الفتره الطويله الكافيه، الخطه والبلان المظبوط، النزول بحكمه ما بين مستوى الكرب ومستوى البروتين. لو الفيديو عجبك وفادك اتمنى تعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصل لاعلى فئه من الناس ويفيد الجميع. ومساكم سعيد.